من الذكاء في العبادة أن تكسب أجور عبادة لم تتعب بها لانشغال أو لكسل أو لمرض أو لسفر. ولأننا مقصرون في قيام الليل، فسأدلك اليوم على 5 أعمال رئيسة، إن فعلت أي واحدة منها كتب الله لك أجر قيام ليلة بأكملها ولو لم تقم تلك الليلة. أولا، أن تصلي العشاء والفجر جماعة في المسجد، فإن لم تستطع فلا أقل من أن تصليها جماعة في البيت مع الزوجة أو الأهل أو الأصحاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام ليلة. ثانيا، أن تصلي التراويح كاملة مع الإمام في رمضان حتى ينتهي الإمام من الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. فإن كنت مريضا أو لا تستطيع القيام أو كان الإمام يطيل في الصلاة فلا أقل من أن تصلي جالسا حتى تكسب أجر قيام ليلة بأكملها. ثالثا، أن تقرأ 100 آية في ليلة. فلو قرأت مثلا سورة القلم والحاقة، أو قرأت 5 صفحات من سورة الشعراء، أو قرأت 4 صفحات من سورة الصافات، فقد قرأت 100 من الآية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ 100 آية في ليلة كتب له قنوت ليلة. رابعا، أن تنوي قيام الليل قبل النوم. فلو غلبتك عيناك كتب الله عز وجل لك أجر قيام ليلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى أصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه عز وجل. خامسا، أعمال تكسب صاحبها أجر الصائم القائم، وهو ما سنتحدث عنه في فصل لاحق بإذن الله، وهي باختصار: حسن الخلق، السعي على الأرملة والمسكين، المحافظة على آداب الجمعة، ورباط يوم وليلة في سبيل الله. للمزيد في كتاب خطوات نحو الملك، وترقبونا في الحلقة القادمة بإذن الله بعنوان: كيف تكسب أجر مجاهد.